السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كنقول لكم دائما نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. اليوم بغيت نصايب واحد الطويجين بجلبانة والقوق، وقلت نتقاسموا معكم بطريقتي ديك كيفاش كنصايبها انا. هنا درت فخيضات ديال الدجاج في الطاجين ديالي، وغادي ندير نشرد عليهم واحد البصيلة. ندير واحد الدريسات ديال الثومه، ندير مليحه، غندير البزار، غندير خرقوم، غندير سكينجبير، كنديرو سكينجبير شويه بالزايد، غندير زويته بلديه، وغنشعل البوطه ديالي، غندير واحد شويه ديال الربيع، نجيب القوق ديالي ها هو صايب، نصطفو بهاد الطريقة، هادي واحد الماركة ديال الجلبانة نقاسمها معاكم. كناخدها من كاينة في مرجان، كاينة في كارفور، كتكون مجمدة كتجي زوينة الوقت اللي كتكون الجلبانة ما كايناش، كنستعملوها كتنفعنا بزاف، والثمن ديالها ما كيكونش زعما شي ثمن غالي. شوفوا نوريكم شي جلبانة كي كتكون دايرة فيها، ورا فيها هاد الباكيه فيها نوريكم فيها 800 غرام، كدير 22 درهم، يعني كديري بها 3 الخطرات حتى لربعة الخطرات، لان 800 غرام منقيه. صافي غنجيب الجلبانه ديالي وغنديرها نعمر بها وسط القويقات بحال هكا، واخا يطيحوا شي وحدين ماشي مشكل. لاحظتوا انا ما قليت ما والو الطاجين، درت كلشي دقه واحده، غنغطي عليه وغنقص ونخليه يطيب على خاطرو. دابا غندير
نفكركم لعقلتو منين رقدنا هاد الحامض. ها هو شوفوا كي باقي كي داير معسل، هو اللي غادي ناخذ منه وندير الطاجين ديالي. شوفوا كي كيجي كي كيولي هاد الحامض البنات، شوفوا كي معسل، كنا صايبناه مع بعضياتنا. صافي بحال هكذا كما كتشوفوا، ما كندير فيه لا ما لا والو. هذا الطاجين غادي ناخذ الكاريط ديال فيلم يعني ديال الطبخ بابي كويسون كي كنقولوا، هو اللي غادي نقطع منه واحد الطريف. وغادي نغطي الطاجين ديالي. غنقص عليه البوطه ونخليه يطيب على خاطرو بحال كيطيب على الجمر. منين يطيب ان شاء الله الطاجين ديالي ونتلاقاو ونشوفو النتيجه النهائيه. هنا شوفوا الطاجين ديالي، غادي ناخذ واحد المعلقه ونزل المريقه من الجنب، راه ما درت فيه لا ما لا والو، دغيا الماء ديال اللي طلق بصيله ومعلقوق وجلبانه دجاج كلشي كيكون يطلق الماء ديالو. مع كنكونوا ناقصين العافيه مزيان كنحاولوا هكا كنسقيو باش كيجي كيشرب لنا البنه ديال العطريه وديال اللي طلقات. صافي ونخليوه يكمل الطياب ديالو، راه علينا يطيب. الجلبانه راه تبارك الله طابت والقوق حتى هو راه علينا يطيب. هانت نعاود نسدو ونخلي الطويجين ديالي يكمل الطياب ديالو، تلاقاو منين نبغيو نحطوه. هنا الطاجين طاب بقى سخون، نعريو عليه نشوفوه مع بعضياتنا. تيبان ليكم راه طيب، ما زدنا فيه لا ما لا والو واجد. وبغيت نتقاسم معكم طويجيني هذا النهار ونتمنى يعجبكم وبالصحة والراحة. كي كنقول لكم دائما الى فيديو قادم ان شاء الله. Thank you.